في إطار احتفالات البلاد بعيد الحرية والديمقراطية، حيث احتفل سكان إقليم ودي بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية. المناسبة جرت بميدان الاستقلال لمدينة أبش حضرة الإقليم بحضور الحاكم محمد بشير أوكرمي بجانب المسؤولين وسكان المدينة. التقرير محمد صالح الحسين وقراءة عز الدين الأمين مصر. على غرار باقي المدن والأقاليم، احتفل سكان مدينة أبشة حاضرة إقليم والدي بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية، حيث جرت المناسبة بالساحة الأمة بمدينة أبشة، وشهد الاحتفال حضورا شعبيا وجماهيريا كبيرا يتقدمهم حاكم إقليم والدي محمد بشير أوكرمي، الذي قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. ومن ثم تحدث الحاكم بأن يوم الأول من ديسمبر هو الذكرى الأولى للحرية والديمقراطية لجميع الشعب التشادي، وشكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على جهوده المقدرة التي بذلها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتخللت المناسبة عروضا عسكرية من قبل قوات الجيش وقوات الدرك الوطني وقوات حرس البدو والرحل والشرطة الوطنية بمدينة أبشة. كما ترأس حاكم إقليم السلامات محمد زين الحادي يحيى بمدينة أم التيمان عاصمة الإقليم، ترأس فعاليات الاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية. المناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل سكان المدينة بجانب المسؤولين الإداريين والعسكريين. التقرير أحمد خميس جمعة. خرج عدد كبير من سكان مدينة أم التيمان حاضرة إقليم سلامات للاحتفال بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية بساحة الأمة. في كلمته حاكم الإقليم محمد زين الحاج يحيى قال إن تاريخ الأول من ديسمبر 1990 هو يوم حقق الحلم الذي يراود المواطنين، وهو الحرية والديمقراطية، وأنه خلال 27 عاما فقد حقق حزب الحركة الوطنية للإنقاذ تقدما ملحوظا شهد له الجميع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما حث جميع فئات المجتمع على التعايش السلمي والحفاظ على مكتسبات الأول من ديسمبر، الأمن والسلام والاستقرار. هذا وكما تخلل الحفل عروضا عسكرية شملت جميع وحدات قوات الأمن والدفاع بالإقليم. أيضا احتفل سكان مدينة لاي عاصمة إقليم تنجلي بعيد الحرية والديمقراطية، كان ذلك بحضور الحاكم داود كنفور وسكان مدينة لاي. بعز بكر مصطفى. تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام، تمجيدا لهذا التاريخ الراسخ في أذهان الشعب التشادي على مر أكثر من أقدين، حيث احتفل أهالي مدينة لاي حضرة إقليم تنجلي بهذه الذكرى، وبعد عزف نشيد الوطني ورفع العلم التشادي في ساحة الأمة بلاي، قام الحاكم داود كنيفور بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. تلته عروض عسكرية لمختلف الوحدات الجيش التابعة لإقليم تنجلي. ومن ثم جاء دور المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بمدينة لاي بعروضهم المختلفة،